الفنانة غادة عباسي في منتصف السبعينيات ولدت لتصعد درج العمر بحثاً عن السلم الموسيقي والفرادة في الأداء. إنها الفنانة غادة عباسي، صاحبة الصوت الدافئ والحضور اللافت في المحافل المحلية والعربية. نالت شهادة البكالوريوس في المعهد العالي للسياحة، وهي عضو نقابة الفنانين الأردنيين. من أغانيها سيدي يا أبو حسين، يا ملكا، ودارنا عصية. تميزت غادة عباسي بأداء القصائد الطويلة واللون الطربي الأصيل. شاركت لمهرجان الأغنية العربية الذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، وحازت على الجائزة الكبرى للمهرجان عن أغنية انتظار الماضي التي لحنها وقام بتوزيعها الموسيقار هيثم سكريه.